باش نكونوا صرحاء ونكونوا صادقين يا ناس، الأزمة اللي راهي تعيش فيها الآن الجزائر في الأزمة الاقتصادية أو أزمة المعيشة أو الأزمة الاجتماعية لا يتحمل مسؤوليتها وزير التجارة وحده. شكون واضحين؟ حنا دائما نقولوا رزيق هو السبب، ورزيق ورزيق وعبد شرب ونحس، واللي الحاجه اللي مستهت تخلص وتغلى ووجه النحس وما ربحناش عليه. لا، مش واقف فقط، هو صح عبد شر، هو صح منحوس وعبد شر، الكاس اللي مسو ينشف، هذه صحيحه، ولكن مش وحده. رزيق ماهوش وحده، هناك شركاء معاه. وزارة التجارة لا تستطيع أن تفعل شيء في مجال الغذاء دون تدخل وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة لاعب أساسي في هذا الأزمة الغذائية. وزارة الصناعة لاعب أساسي في استيراد، الاستيراد، عملية الاستيراد داخل في وزارة الصناعة، مواد الأولية، مواد التصنيع، التجهيزات الداخلة في الصناعة، يعني وزارة الصناعة عندها مسؤولية كبيرة. في قضية الدواء، وزارة الصحة، صناعة الصيدلانية، وخاصة وزارة الصحة وصناعة الصيدلانية مسؤولة على نظرة بعض الأدوية، نظرة يعني المواد الأساسية والمواد الأولية في صناعة الأدوية. إذا كاين وزارات مختلفة، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، يعني كاين وزارات. ما نحملوش المسؤولية فقط لوزير التجارة. المشكل في وزير التجارة أنه هو اللي كما يقول لك الناس، راح نقول كلمة قد بالحملة، ماكلوا دبدوبه، هو برك اللي يحل في فمه، وين تروح تلقاه يحل في فمه؟ وين تروح يتحمل المسؤولية؟ وقررت وقلت وكذا. يعني كان من المفروض رزيق يتكلم كرجل دولة، قال قررنا بالتشاور مع وزير الفلاحة، قررنا بالتشاور مع وزير الصناعة، قررنا، لأنه القرار ما يتخذوش رزيق وحده، القرار ما يتخذوش رزيق وحده، راه يتشاور مع وزراء، لكن هو دائما يحل في فمه، هو يحل في فمه ويحب يلعبها مارق، الضربة تجي فيه، الضربة تجي فيه هو، لأنه يعني منع استيراد الحبوب العدس واللوبيا والحمص وهذه الصوالح، والاكتفاء بلويسي اللي هي تابعة لوزارة الفلاحة، هذا القرار لا يستطيع أن يتخذه وزير الفلاحة وحده، لازم التشاور، لجنة في وزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة. إذن علاش يحل في فمه ورزيق وحده؟ لأنه هو حاب البلا، هو حاب الضربة تجي في راسه، لأنه لا يستطيع أن يتخذ قرار مثل هذا دون موافقة وزير المالية ودون موافقة وزير الفلاحة. لو كان وزير الفلاحة وزير المالية ما يوافقوش، ما يقدرش هو يفرض الرأي تاعه ويمشي، ما يقدرش يدير رأيه وحده، لأنه تلقى الضوء الأخضر من وزير الفلاحة قال له أوكي راني موافق، تلقى الضوء الأخضر من مدير عام لوايسي قال له أوكي راني موافق، تلقى الضوء الأخضر من وزير المالية قال له أوكي راني موافق نديبلوكي لكم الدراهم باش تمبورتيو. إذا موافقة أربع مسؤولين، لكن المسؤولية يتحملها رزيق لأنه هو حاب يلعبها مارك، هو حاب يلعبها بلا راهو بطاطا خشينة. إما أنا هاو جابها في مؤخرة زكي محمد، قول له يتحمل مسؤوليته وحده، ولا الشارع يسبه، ولا هبت حناشي ولا يسب فيه وداخل عليه، البارح يعبد فيه ويقول له سيد الوزير معالي الوزير دوكا طف عليه الضوء، طف عليه الضوء ضربة واحدة، ولا ينتقدوا فيه، ولا النواب اللي ما يقدروش يردوا الصفعة، ولا يشوكوا على رزيق ويكتبوا بيان تنديد ويعني بيان شديد اللهجة ضد رزيق. لماذا؟ لأنه انتقدوا رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء. إذن الوضع الداخلي، الوضع الداخلي يتحمل مسؤوليته جهات متعددة بما فيها الطابور الخامس اللي الرئيس تبون يشتكي منه. لكن ما هو الطابور الخامس؟ منش عارف، يعني من بين الأمور أنا اليوم اللي نتكلم عليها أنه رئيس الجمهورية يصدر يعني تعليمة، وراي التعليمة تاع رئيس الجمهورية هاي وين؟ تعليمة، هذه التعليمة تاع رئيس الجمهورية وش يقول؟ توافدت على رئاسة الجمهورية العديد من التقارير تشير إلى مساس خطير بالأمن الوطني ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية عمومية وخاصة،
قامت بربط علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. وهو الشأن مثلا بالنسبة للشركة الوطنية للتأمين SAA والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين لاكار، اللتان ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية أو شركة جيزي للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر وكذا وكذا وكذا. ومن بعد انطلاقا من هذه المعاينة وبالنظر للأثار السلبية وكذا، لهذا الغرض أزديت تعليمات لوزير المالية بأن لا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وأنه يتعين فسخها في الحين، إن أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به. أولي عناية قصر التطبيق التام لهذه التعليمة. هذه رئيس تبون دارها في عام دقيوس، دارها في 2021 نظن. أوكي، التعليمة هذه دارها تبون ونساها، وقال باللي أولي اهتمام، وقال أي مسؤول وزير المالية والمسؤولين إذا كان ما نفذوش هذه التعليمة يعتبر تقاعس وتواطؤ. أنا نقول له يا تبون، التعليمة تاعك راه مديروها في كاس تاع جيدورونج بالتفاح، جيدورونج بالتفاح، وراه مشربوها. هاي التعليمة تاعك يا تبون، واحد ما دار عليها وماش مستعرفين بيك ودايرين رايهم. تقول لي كيفاش؟ نقول لك من بين الشركات اللي كان يتكلم عليها تبون كاين شركة اسمها شركة أليغوري. هو لما كان يقصد الشركات اللي تدير تعاقد مع جيزي ويحول الأموال للخارج يقصد في شركة أليغوري. شركة أليغوري اللي كان يقصد فيها تبون ما زال لحد الآن تخدم إشهار، وما زال لحد الآن تحول الأموال للخارج، شري عقارات في الخارج، وواحد ما هدر معها واحد ما على بالو به. هذه شركة من بين الشركات، شركة أليغوري هذه اللي راهي أمامي الملف تاعها، فيها المساهمين واحد اسمه توفيق لوراري. توفيق لوراري هذا من جماعة الأفسيو تاع علي حداد بكري، وهو اللي كان شاد الشباب في الأفسيو، يعني الشبكة الشباب وكذا وكذا. وعنده شركات هذه الإشارة، عنده هذا راديو جو اف ام هذا تاع الموسيقى وتاع القنايات والقنايين، وشريكو واحد اسمه رقاب. هذا رقاب وليد، يعني تقدر تقول باللي الرجل القوي في رئاسة الجمهورية ايام بوتفليقة. هذا الشركة، خلوني نشوفوا الشركة وراهي ونجي بالعقل. الشركات اوكي، هذه شركة من بين الشركات اللي هي في الجزائر، فيها رقاب الاخضر مرهون مع الوراري توفيق مع عبد الصمد صلاح الدين. هذه الشركة من بين الشركات اللي تنشط في الجزائر. وهذه الشركة الثانية 54 هذه اللي داخل فيها الوراري توفيق مع رقاب الاخضر توجور. الشركة الثالثة جو راديو، هذه اللي قلت لكم، هذه اللي داروها في 2019. وقتاش داروها؟ هذه مهمة جدا، هذا السؤال مهم جدا. وقتاش داروا هذا يا راديو ام، جو راديو ام هذا يا وقتاش داروه؟ السؤال داروها وين؟ التاريخ في 19 مارس 2019، يعني شهر بعد الحراك الشعبي. 19 مارس 2019، الشركاء اللي فيها وشكون؟ لوراري توفيق ورقاب الاخضر. هذو ثلاث شركات في الجزائر هما اللي يخدموا ويديروا الاشهار ويديروا سبونسور مع الشركات الوطنية، ويدخلوا ملايين من الاشهار مع جيزي موبيليس كذا، ويديروا امور كثيرة. ومن بعد السؤال المطروح، الدراهم وين يروحوا؟ الارباح وين يروحوا؟ هذا هو السؤال المطروح.
لأنه التعليمات رئيس الجمهورية وراهي يقول وراهي التعليمات دون مراعاة قامت سنشوف الشركة لوضعها منظر محسن كلمة المصالح عندها هنا يقول انطلق أخذ من المسؤولين من ضرورة وضع حد لهذه النوع الخارج ايه. لهذا الغرض أسديت تعليمات لوزير المالية بأن لا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج وأنه يتعين فسخها في الحين. أوكي، تعليمات رئيس الجمهورية يقول لا يسمح بتحويل أرباح هذه الشركات في الجزائر نحو الخارج، يعني انت تربح في الداخل وتربح ماهوش لي قال بار اكزومبل شركات انتاج تنتج يعني ماده بطاطا تقطعها وديرها الشيبس وتبيعها وكذا والارباح تاع شركه البطاطا هذه تروح تشري عقارات في الخارج قال فايده، لا هذا يدي اشهار مباشره بالملايير من جيزي وموبيليس واريد وكذا وكذا يدوهم دراهم مباشره يحولوهم ما فيش يعني ما فيه لا تعب لا والو ادي منا يدخلوا الكونت منا يتحولوا للخارج. رئيس الجمهورية قال لا يسمح، لوزير المالية قال له لا يسمح، تعليمة صارمة. لكن الأموال راهي تخرج، الأموال وين تخرج؟ أي نعطيكم الشركة الأولى وين تخرج؟ الشركة هاي وين؟ تيكيلا رابيدو. هذه الشركة تيكيلا رابيدو هذه شركة إعلانات ودعاية وإشهار لكن في الخارج في فرنسا. هذه مهمتها تحويل الأموال من الجزائر إلى نيس الفرنسية، هاي وين الشركة مقرها في نيس في فرنسا. هذه الشركة شكون فيها؟ فيها لوراري وزوجته خديجة، لوراري توفيق وخديجة تعين والسارة لأنهم في الشركة. هذه خديجة بنت عين والسارة من الشركة مع الوراري ومدين الشركة إلى الخارج. هذه الشركة اللي هي تيكيلا رابيدو، تيكيلا رابيدو هذه هاي قدامكم الشركة، هذه مقرها في نيس. شركة عندها نفس النشاط اللي كاين في الجزائر ولكن لا تنشط في نيس. في نيس عندها زوج عقارات زوج محلات شريتهم المحلات شحال هذوا 350 ألف أورو، 350 ألف أورو شارين زوج مقرات في نيس باسم الشركة هذه اللي هي الشركة الأم لي أو هي الشركة فرع، هي أحد فروع شركة أليغوري. إيه أم الخير، شركة أليغوري اللي مقرها في الجزائر طبعا تنشط عندها راديو أفهم هذا يا راديو جو كذا، لكن الفرع نتاعها في نيس الدراهم يجوه من الفرع الرئيسي اللي في الجزائر، يعني ما عندهمش استثمارات في الخارج، عندهم استثمارات في ما عندهمش استثمارات في الجزائر، عندهم استثمارات في الخارج. هذا الاستثمارات في الخارج الدراهم منين؟ اللي يجوا من جيزي وموبيليس والمهم شركات الإشهار والدعاية في الجزائر. ايه قلنا المحلات هذو 300 شحال 350 وشحال السنش السنة نقرا باش راني غلطت انا في المبلغ شحال مليون ايه مليون اوكي مليون و350 العقارات هذو اللي في نيس حتى انا في روحي دخلت زوج محلات 350 مليون اورو 350 الف مليون و350 الف اورو هذه تيكيلا رابيدو. الشركة الثانية اللي هي وراهي اس سي اي هذه نفس الشيء، هذه الشركة فيها توفيق لوراري وزوجته ام الخير تعين والسارة. لو كان شوفوا ام الخير هذه من عين والسارة باش ما نقولوش راك تغلط، نعطيكم الاس دوس تاعها. معاهم الشريك الثالث اللي هو مصطفى مطاري، مصطفى مطاري توفيق لوراري وزوجته ام الخير دارين الشركة هذه نفس الشيء مقرها نيس، او العنوان الفوق مقرها نيس. هذه الشركة نفس الشيء شركة عقارية المهمة نتاعها تأجير
شقق في نيس وفيلل على شط البحر اللي يحب يشري فيلا او يأجر، يعني من حقه انه يأجر ويشري، ولكن يمر على شركة الوراري في نيس. هذه الشركة من بين الشركات اللي يملكها الوراري توفيق مع زوجته أم الخير مع شركائه، الشريك اللي هو مصطفى مطاري زائد رقاب الأخضر اللي داخل معه. هذه الشركة الثانية. نشوفوا الشركة الثالثة. أولا نشوفوا أم الخير. هذه هنا أم الخير، نقولها وين؟ توفيق الوراري رئيس شيف دونتربريز، ومدام أم الخير فرحات مديرة، هذه هي زوجته. وأم الخير هذه وين زايدة؟ قال لك زايدة في عين والسارة في 1 سبتمبر 1976، زايدة في عين والسارة ولاية الجلفة في 7 سبتمبر 1976. هاي وين باش ما تشوفوش، وهنا العنوان تاعهم وين؟ في نيس. ايه يا سيدي الشركة هذه تكلمنا عليها. نعم الشركة الثالثة وراها ايه هذه فلافم ايموبيلي، نفس الشيء الشركة الثالثة. هاي امامكم الشركة الثالثة اللي نفس الشيء في نيس. هذه الشركة توفيق وزوجته هو هي شركة عقارية نفس الشيء، لكن الشركة هذه تم حلها في نهاية 2021. يعني هذه كانت خدامة الشركة، لكن في نهاية 2021 تم حلها. رأس مالها 8000 أورو. هاي وين الشركة اللي تم حلها في نهاية 2021؟ وشكون هذا يا؟ ها وين الشركاء في الشركة الثالثة؟ الشركة الرابعة والخامسة، المهم شركات شركات كثيرة، شركات كثيرة هذه اللي فيها شركاء رقاب الأخضر وليد رقاب تاع رئاسة الجمهورية سابقا، فيها توفيق الوراري وزوجته أم الخير تاع وسعين والسارة. هذو للأسف الشديد يقومون بتحويل أموال يعني كبيرة ناتجة من الإشهار مع جيزي وغيرها، تحول إلى نيس الفرنسية، يشروا عقارات ويديرين شركات لتأجير الشقق. يعني كي نقولوا تأجير الشقق يعني عندهم شقق لهم هما ويأجروا، دايرين شركة للتأجير بيع وشراء الشقق والعقارات في نيس. لو هذا الناس خدموا في الجزائر مصنع وينجوا وتعبوا مخدمين الناس ويدفعوا الضرائب ويوكلوا عائلات، وأرباح الشركات يشتروا بها عقارات في إسبانيا أو فرنسا أو سويسرا أو بريطانيا، ربي عاونهم. ولكن أنك تدي من لا اس ا ا ومن لاكار ومن جيزي وموبيليس إشهار ما تعب ما والو، إشهار بالملايير باش تديرو في راديو جو أو تديرو في موقع إلكتروني أو تديرو في بانو في لوطوروت أو تديرو في اليوتيوب أو تديرو في الفيسبوك، إشهار ما تعبت عليه والو. والأموال عوض أنك تستثمرهم في الجزائر وتخدم شباب في الجزائر يعني وتوكل عائلات في الجزائر، لا تروح الأموال كلها النيس، تفتح شركات في نيس، تبيض الأموال، تحول الأموال، تهرب الأموال بطرق اعتيالية. هذا الأمر غير مقبول، وهذا الأمر تكلم عليه الرئيس تبون وأعطى تعليمات صارمة، ولكن حطوا الهضرة تاع تبون في كاس جو دروج بالتفاح وعطاوه البنزديرة قالوا شربوا. حلو الله حلو بزاف تبون جو دورونج تاع تبون حلو ياسر ياسر ياسر.
هذا جزء من الثورة المضادة، هذا جزء من الطابور الخامس اللي هو تعليمات الرئيس مضروبة في نقص واحد. الآن نعود نطرح السؤال لفخامة رئيس الجمهورية، هل تعلم يا سيد تبون أن تعليماتك راهم يضربوها عرض الحائط وما يستعرفوش بيك أم لا؟ هل تعلم أنهم يتكلموا باسمك ويهدموا ديور الناس ويشردوا ناس ويبكوا ناس ويتموا ناس باسم فخامة رئيس الجمهورية؟ هل تعلم يا سيد تبون أنهم يظلموا ناس ويطردوا ناس من المناصب ويخدموا ناس باسمك باسم رئيس الجمهورية؟ هل تعلم يا سيد تبون أنهم يحرموا الناس من شم الحم المجمد الكونجلي تاع الهند وتاع البرازيل والأرجنتين باسم رئيس الجمهورية؟ هل تعلم يا رئيس الجمهورية أنهم جوعوا الشعب وخلوه من لينوض الصباح صلاة الفجر وهو يتقاتل من أجل شكارة تاع حليب ومن أجل بيدون تاع زيت ومن أجل شكارة تاع 125 كيلو يتقاتل ينوض الصباح يحارب باش يجيب لولاده شكارة تاع حليب وشكارة تاع سميد وبدون زيت، عوض أنه يفكر في تنمية البشرية ويفكر في اختراع روبو، يفكر في الغزو الفضاء، يفكر في اكتشاف الذرة، اكتشاف اللي مش عارف أنا البوجغللو، اكتشاف الفاكرون، يقعد يفكر في الحليب والزيت والسميد. وبعد كده تجي تقولي جزائر جديدة، وش من جزائر جديدة؟ ها سيدي الجزائر القديمة كانت الناس ما تكاتلش على السميد، الجزائر القديمة كان الزيت كاين، الجزائر القديمة الحليب كاين، ها درك وراها جزائر جديدة ستبون. أنا مش اللوم فيك، راني قاعد نقول لك واش راه كاين، الواقع اللي يقوله المواطن. قال لك يا رحمة كاين الجزائر القديمة، الزيت كاين، الحليب كاين، الصابون كاين، الدنيا كاين، ما كناش تكاتلوا، كنا نحوسوا على شوية حريات وديمقراطية، وكنا نحوسوا على تبوه وسموه بوتفليقة الله يرحمه يخطي عزرينا هو وخوه، لكن كان كاين الزيت، كاين السميد، كاين الحليب، الدنيا هانية. هذوك راح تبوه راح بوتفليقة، ادى معاه الزيت، ادى معاه السكر، ادى معاه الحليب، ادى معاه يعني صلح الدنيا وراح. ها مش منطقي. الجزائر الجديدة نحوسوا فيها ناكلوا مليح، اللي ما كناش ناكلوا فيها في وقت بوتفليقة هما يقولوا مش أنا، أنا اللي ناكل. أنا راني الحمد لله زاهي في بلاد اليهود بيت الكفرة والمشركين، وكثر خير الملكة والملك بنها الحمد لله، وراني عايش لبس عليا الحمد لله. تهنيت من وجوهكم، تهنيت من وجوهكم المقصدرة، وجوه قدر العايشة وخطيتي الإرهابي وجماعة، تهنيت منكم وأريج وشكوبيا، تهنيت منكم. أنا الحمد لله عليك يا ربي، أنا أهضر باسم الشعب، باسم القاشي اللي كلفوني قال لي بزيره هضر باسمنا، قالوا لي انت راك تضرب في السردين والكروفات بصحتك، هضر باسمنا احنا باش ناكلوا على الاقل بوجغللو والفاكرون. قال لك انا ما لقيناش، انا هضر باسمهم. الناس يا سي تبون راهي ولات مشتاقه تلبس صباط جاي من فرنسا ولا من طاليان، لانه حبسوا لهم الصباط، حبسوا لهم السراول، تقاشر حبسوهم لهم، رزيق قال لهم لازم تلبسوا تقاشر اللي نلبس فيهم انا، تلبسوا الصباط الاحمر اللي نلبس فيه انا، وتلبسوا كوستيم خوخي اللي نلبس فيه انا. حوس الشعب قاعد يلبس كوستيم خوخي صباط مارو وتقاشر بيضة. شفت التنسيق؟ خوخي زنجاري والخوخي مع صباط احمر تاع عمر احمر وتقاشر بيضة، سبتة حمراء ولا صفراء، واخرج اخرج روح دور في الله. اللي مشتاق ياكل لحم يروح سيد الارنب، وهذه هي. وقول لك جزائر جديد، اذا الشعب راه يحوس يعيش، يحوس ياكل مليح يشرب مليح ويتهنى. اوكي سي تبون، هذا باش تكون تفهم الرساله اللي حوس يقولها الشعب الجزائري.